دكتور هشام. واحنا بنتكلم دكتور هشام خبره طويله جدا، ويمكن برضه بعد شويه كمان عايز لازم ارجع لدكتور يسري. عندنا خبره طويله جدا من دكتور هشام في العمل في اوروبا، من دوله من الدول اللي موجوده في السقف الاوروبي كده، سقف العالم زي هولندا. انا النهارده قطعت شوط كبير كدوله في مساله الاستثمار الزراعي، اتساع الرقعه الزراعيه، بشتغل على موضوع الميه الى اخره. بس وده انطلاقا بالمناسبه من الماركسيه، علشان اقدر اوصل لده انا محتاج الاول راس ماليه متقدمه جدا. يبقى انا عايز اجذب استثمارات، وبالتالي انا عايز الخبرات بتاعه بلاد بره تبقى موجوده عندي، وعاوز استثمارات من بلاد بره تبقى موجوده عندي في القطاع ده. اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا لا اتقن الكلام عن الاقتصاد زي الساده الضيوف دول الأساتذة طبعا. أنا بقول دايما أنا ما بعرفش أتكلم، أنا بفعل. حلو. إحنا بعد الثورة حتى، يعني ثورة يونيو، أنا عملت مؤتمرين اقتصاديين في جنيف، وحضروا من وزارة الاقتصاد، وجبت ناس رجال أعمال من أوروبا وناس من البنك الدولي وأساتذة في الاقتصاد مصريين في الخارج، وجبنا يعني حاولنا نعمل ماتشنج، نحاول إن إحنا كان ساعتها نساهم في إعادة بناء الاقتصاد المصري. وعملت مؤتمرين يعني في 2014 و2016. كويس. أنا راجل بطبعي ما بحبش أقول هعمل، يعني أنا بطيء جدا في التحضير وكتوم جدا، ولكن بعلن. بقدم خطوات فعلية. بقدم خطوات لأن أنا يعني أنا من مدرسة الفعل. يعني هو الحوار الوطني ده شيء كويس جدا وشيء جيد، بس هو عملية، يعني ده رأيي الشخصي أنا، إن عملية استمرار الحوار الوطني إحنا بنتكلم. بنتكلم. طب هننفذ امتى؟ ما انا لازم اتكلم واقدم الافكار. لا ما هو حضرتك فيها المقابل للتنفيذ. لا ما هو حضرتك لا احنا عندنا بص، يعني هي دي حاجه عندي انا، كلما اتسعت مساحه النقاش وكثر الناس اللي بتتكلم لن تصل لشيء. معلش الاراء مختلفه، الاراء مختلفه، ولذلك الدوائر ضيقه الناس بتعترض. لا 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 بالعكس بالعكس بالعكس. لا هو يعني الكثره او الجوده مش في الكثره، يعني الجوده في زي ما قال الدكتور، قال لك احنا عايزين روشيتا. حلو. روشيتا، انا بقى بقول الروشيتا، انا مش هتكلم الكلام. انا احنا اتكلمنا قبل الهوا شويه. مش عايز اقول حاجه كفايه يعني اتكلم. لا احنا مش عايزين يلا بينا نبدا. عايزين نبدا. يعني انا مره في حوار انا في حوار سمعته مره واحد بيقول والله انا عاجبني موضوع الحوار الوطني ده، وهقدم مقترح واطالب بيه ان هو يبقى طول السنه. كويس. طب طول السنه هنتكلم، هنشتغل امتى؟ انا من انصار الحوار الوطني يا استاذ مهدي، بس سيبنا من انا مش ضده. انا عايز بص حضرتك، ايه الروشته اللي عملتها؟ ايه الروشته لحضرتك؟ النهارده دور الدوله ايه؟ دور الدوله هي انها ترعى المصالح للمواطنين. كويس. تحافظ على مكاسبهم. صح. توفر لهم السبل السليمة القانونية لأنهم يشتغلوا. وتدير المنظومة كلها وتراقب، ده دور الحكومة، وتيسر على المواطنين. صح. وتيسر على المستثمرين و و و و. يبقى لازم يكون في عندنا قانون استثمار فعلا يستحق ان هو يجذب المستثمر. انا صريح شوية هقول لك ان القانون الحالي لن يجذب المستثمرين، ومع ذلك أنا مش متشائم، لأن أنا شخصيا الشهر اللي فات أنشأت شركتين في مصر. طيب يبقى القانون بيجذب أهو. لا 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 لا، أنا ما اشتغلتش لسه مع القانون. ده محامي اللي شغال، ربنا يكرمه. كويس. تمام. لكن أنا عملت إيه؟ عايزه في القانون، يعني اللي بيشير إليه دكتور هشام وعاوز شايف إنه يحصل له تعديل. لازم يكون في ضمان للمستثمر إن أنا ما أجيش النهارده بعد ما أحط أعمل خطة لدراسة جدوى وتمن الارض كذا، تمني كذا، عماله كذا، عماله كذا، اجي افاجئ بعد سنتين، لا والله ده انت سعر المتر بتاعك ما كانش مظبوط، ده انت عليك 30 مليون زياده. دي خلصت لو عايز الحق يعني. انا ما اعرفش القصه دي خلصت من زمان. انا ما اعرفش. يعني اصبح السعر شديد الوضوح بيتم التعاقد على الارض. لازم يكون في شفافيه وضمانات ان ده ما يحصلش، لان خلي بالك احنا بنعتقد ان اللي احنا بيحصل هنا مش بيسمع بره، لا بيسمع. يعني انا لو عاوز بس هقول لك المفيد، هقول لك المفيد بقى اللي هو العمل اللي انا بتكلم فيه. انا النهارده من 3 أشهر كنت هنا، لان انا رايح جاي يعني. قعدت مع المستشار الهولندي الزراعي، ده كان جاي جديد فما كانش عنده الرؤيه يعني واضحه بالنسبه لمصر. قعدت اجتمعت معاه في السفاره هنا،
وقلت له والله كذا كذا كذا. هو كان رؤيته يعني شايف مجال البطاطس والموالح ان ده حاجه يعني عايز يعمل فيها شغل حلو. انا قلت له لا، ما احنا لا مش ده اللي احنا عايزينه، لان انا راجل فاهم. احنا اكبر مصدرين للموالح، احنا عندنا النهارده في شركات. فانا عايز ازود مثلا استثماراتي لا. لا انا عايز اشوف حاجه ثانيه بقى. أنا عايز ازود استثماراتي في الفول السوق. لا عايز استثمر في الصوب. ماشي. لان الصوب دي طفره جميله جدا. هل هم مستعدين لده يا دكتور؟ يا فندم احنا عملنا اجتماع وقال لي ايه رايك نعمل مؤتمر لما ترجع في هولندا. قلت له موافق. عملنا مؤتمر في هولندا ودعينا الشركات الهولنديه اللي عندها رغبه في الاستثمار في مصر. حضر عدد يعني مش عايز اقول لحضرتك، احنا عملنا ورش عمل. الورش العمل اللي عملناها 3 ورش عمل، كل ورشه عمل فيها ما لا يقل عن 30 40 شركه. طب ما هو ده برضه اخذ يفكر ويفكر اهو. لا بس بنفكر في ايه؟ ده الحوار الوطني. لا لا ده مش حوار وطني. يعني الناس بتتكلم وبتفكر. ده مش حوار وطني. لا 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 ده مش حوار وطني، ده مصلحه. انا حلو. عايز اشتغل. يبقى انا لا بص حضرتك الشغل، ما هو احنا نقول ايه؟ الحوار الوطني مش هيوصلنا لشغل. انا بقول لحضرتك كده وانا متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده. يعني الحوار الوطني هيعمل افكار. طب هنعمل ايه بالافكار دي؟ هنبتدي بقى ننفذ. حليني بقى. لا انا عايز انجز النهارده. انا انجزت النهارده. انجزت عمل. خليني انا عايز اكمل لك دي بقى. انا عايز اكمل لك دي. ما هو انت قطعتني. انا عايز اكملها لك. ما انا عايز ابقى مركز في الحته اللي بنتكلم فيها. ما انا هركز لك فيها اهو. الاستثمار ازاي؟ ازاي بقى؟ احنا عملنا ورش العمل وكنا قاعدين زي الطلبه في الجامعه بنكتب الافكار. كويس. ده عايز وده عايز. السيشن ده بياخد ايه؟ ده السيشن ده 45 دقيقه. انا فاهم. خلاص طلعنا بالافكار. عملنا اجتماع للشركات اللي عندها الرغبه انها تروح مصر. كويس. عملنا الاجتماع في وزاره الخارجيه. حلو. حطينا البروجرام. حلو. حضرتك يوم 10 الوفد الهولندي جاي، جايب انا معايا 16 شركه هولنديه نازلين مصر. يا فندم 10 فبراير هنا. انا جايب يعني. حضرتك ايه ده؟ اجيب لك الناس كلها 6 ايام يعني. ايوه. طيب. البروجرام مكتوب يا فندم. الحلوه دي كتبنا البروجرام. احنا بنشتغل من 8:30 الصبح ل 9 بالليل. خليني اتوقف عند النقطه بتاعت مع شركات مصريه. هتوقف عند النقطه بتاعت 10 فبراير الهولنديين جايين وهرجع لها مره ثانيه.